أنا الطالب سند سالم محمد شكري البجقني المقيد بالصف الثالث بمرحلة التعليم الثانوي بمدرسة 17 من فبراير. أنا الطالب اليوم يعني أتقدم يعني بالشكر وبالتهنئة لكل من ساهم في إنجاز هذا التكريم، ولأنه عربون مودة وعرفان لطلبة بلدية تجورة، والذين أشرفوا على هذا التكريم من مراقبة تعليم بلدية تجورة ومدراء المدارس ومدرسة الكرامة. فالحمد لله اليوم كفئنا وقاموا بتكريمنا.